الله يقبل من أتاه فأبشروا من تاب فليفرح أتى رمضان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد على قناة أفكار بيكسار. درس اليوم طلبوه كثير من الإخوان أصحاب القنوات المبتدئة على اليوتيوب، وحول كيفية إضافة علامة مائية على قنواتهم. أولا قبل ما نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك حتى أستمر في تقديم كل ما هو جديد. ألجأ إلى الشرح. ادخل على متصفح جوجل كروم، أنتم على اليوتيوب، تظهر لنا الصفحة الرئيسية لليوتيوب. على العلامة 3 خطوط من هنا على اليمين، من ثم قناتي، بعد ذلك ندخل على مدير الفيديو، من ثم القناة، تجدون عدة خيارات، اختار خيار العلامة التجارية وننقر عليها. تظهر لنا هذه الواجهة مكتوب عليها علامة مائية للعلامة التجارية، إضافة علامة مائية، نضغط عليها هكذا. بعدين تظهر لك 3 صور، وري لك كيف تعمل الصورة صيغة PNG. تختارون إحدى هاتين الصورتين، خلفية نقاط أو مربعات بمعنى خلفية شفافة. أدخل من هنا، اختار ملف، نختار الصورة المراد وضعها كشعار للقناة، ونعمل حفظ. بعد ما عملت الحفظ ظهر لي شعار القناة على الجانب الأيسر أسفل الشاشة. طبعا أوضح لكم ماذا يعني وقت العرض. تظهر عندنا 3 خيارات زمنية لوضع الشعار، نهاية الفيديو، وقت بدء مخصص، والخيار الثالث تضعون الشعار عند الفيديو كاملا. أنا أختار الفيديو بكامل لأنه المناسب لظهور شعار القناة منذ انطلاق الفيديو إلى غاية نهايته، ثم نعمل حفظ. في النهاية كما ترون تحصلنا على شعار القناة أسفل الفيديو. في الأخير نتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر لايك. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.